له سؤال ثاني فضيلة الشيخ، يقول عن الوقف: ما هي الأشياء التي توقف وتصلح وقفا وتعود عليه في الدنيا والآخرة؟ الأشياء التي تصلح للوقف هي الأشياء التي تبقى عينها وينتفع بغلتها، كالبيوت والمزارع والأشجار التي تبقى عينها وتستغل ثمرتها في أعمال البر، هذه هي الأشياء التي تصح الوصية، يصح وقفها. نعم.